طب مين بقى اللي المفروض اخذ المكان بتاعنا في السيدات في افريقيا؟ يعني مين المفروض يعني الدوله اللي خلاص بقت بتشارك في معظم البطولات الرسميه والعالميه؟ يعني الجزائر وتونس وانجولا. انجولا هو المكتسحين انجولا وتونس. انجولا وتونس. طب احنا لو يعني احنا تصنيفنا معهم ايه بالنسبه للسيدات؟ يعني انتوا طبعا يعني من اثنين من البطولات بتوعنا في اليد، يعني شايفين انتوا المستوى الفني بتاعنا لو بقى في منتخب ان شاء الله للسيدات لكره اليد هنبقى يعني فين مكاننا في افريقيا؟ ممكن ثالث. سكت لي يا ساره. سكت لي يا ساره. لا اصل هي ملك لعب، يعني انا منتخبي ما اتعملش، منتخب 94 ما اتعملش، 94 95 انا اخر منتخب لعبت فيه 92 كنت متصاعده. فانا لما رحت هناك واتفرجت ولعبت كانت 92 اخذنا رابع او خامس، بس لما اتفرجت ساعتها على 94 95 كنا ممكن ساعتها نحقق اول تاني. فانا دلوقتي كفيرست تيم معظم مثلا تونس محترفين في فرنسا، معظم انجولا برضو محترفين، فانت بتتكلم برضو مستوى قوي جدا. بيبدأ بدري شويه. هم بياخدوا من الاجيال الصغيره كمان. طب انتوا يعني برضو اكيد انتوا نفسكم تحققوا يعني نجاح اكبر من كده بشكل كبير في اليد، يعني ان شاء الله يبقى في منتخب للسيدات باذن الله. لكن انتوا اخبار الاحتراف ايه؟ هل في عندنا مثلا انديه بره مصر بييجوا يشوفوا اللاعبات عندنا هنا في مصر بيحترفوا؟ يعني لازم يشوفوك مثلا في بطوله افريقيه في كاس عالم عشان يقرروا بطوله رسميه. لكن مش هيتفرج عليك مثلا. لا صعب شويه. صعب قوي. لكن انت مثلا تلعب افريقيا بتلعب كاس عالم ساعتها مثلا الناس تتفرج فتقول لك لا اللعيبه دي حلوه اجيبها، فصعب قوي ان انت من هنا.